السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي مدارس اللغات. بنتكلم النهاردة عن Unit 1 Lesson 3. عنوان الليسون بتاعنا النهاردة Physical Quantities Scalar and Vectors. هنتعلم إيه النهاردة؟ هنتعلم إن الفيزيكال كوانتيتي بتتكون من أو بتتقسم لنوعين، الفيزيكال كوانتيتيز Scalar Physical Quantities and Vector Physical Quantities. Scalar يعني قياسية وفيكتور يعني متجهة. هنعرف الفرق ما بين الاتنين، وكمان هنعرف كده فروق ما بين مجموعة من الكوانتيتيز، يعني هنعرف الفرق ما بين الديستانس مثلا والديسبليسمنت، هنعرف الفرق ما بين سبيد واند فيلوسيتي. تعالوا مع بعض نشوف الدرس ونعرف ايه الحكاية. There is two types of physical quantities, scalar physical quantities and vector physical quantities. At first, we will talk about scalar physical quantities. يعني إيه scalar physical quantities؟ بنقول it's physical quantity that has magnitude only. That has magnitude only. يعني إيه magnitude only؟ كلمة magnitude معناها value plus unit. يبقى الفاليو او الرقم بتاعي بلس ايه يونت، ده معنى كلمه ماجنيتيود. اند هاز نو دايركشن. يبقى سكالر فيزيكال كوانتي از فيزيكال كوانتيتي ذات هاز ماجنيتيود اونلي اند نو دايركشن. فور اكزامبل ماس، هنلاقي ان لما نيجي نتكلم عن ماس اوف اوبجكت انا محتاج بس ان انا اقول هو كام، يعني مثلا اقول 2 كيلو جرام، لكن مش محتاج ان انا اقول الدايركشن بتاعها ايست ويست up down، مش محتاج الكلام ده خالص. length meter، length بقى سواء قال لي distance قال لي height قال لي width قال لي ايا كان، هي في النهايه length. speed okay برضو اليونت بتاعتها meter per second او kilometer per hour، وبرضو مش محتاجين نعرف direction. time بالsecond and energy its unit is joule. كل اليونتس دي بقول عليها سكالر. بقول عليها سكالر ليه؟ لانه احنا مش محتاجين ان احنا نحدد لها دايركشن، احنا بس بنتكلم عنها باي اتس ماجنيتيود، يعني فاليو اند يونت. اوكي نيجي بقى للفيكتور. يعني ايه فيكتور فيزيكال كوانتي؟ فيكتور معناه ان انا مش هقدر اتكلم عنها من غير ما احدد دايركشن. يبقى اتس فيزيكال كوانتيتي ذات هاز ماجنيتيود اند دايركشن. هاز ماجنيتيود اند دايركشن. فور اكزامبل اكسلريشن، مثلا لما نيجي نتكلم عن الاكسلريشن اللي هي اليونت بتاعتها متر بير سكند، انا لازم اتكلم، لازم اقول فاليو، لازم اقول يونت، لازم احدد دايركشن، دايركشن بتاعها ايست ويست، دايركشن بتاعها فين بالظبط. فورس بنيوتن، زي مثلا الويت، وهنا في عندي فرق بين ماس اند ويت. ماس سكالر فيزيكال كوانتيتي، مش محتاج ان انا احدد له الدايركشن، انما الويت ده فورس ليها دايركشن towards the center of the earth، يبقى لما باجي اتكلم عنها هي فيكتور فيزيكال كوانتيتي. فيلوسيتي وبيقابلها سبيد، سبيد قلنا ان هي سكالر فيزيكال كوانتيتي، مش محتاج ان انا احدد دايركشن، لكن فيلوسيتي لا، هي ليها نفس الميجرنج يونت اه، لكن لازم نحدد دايركشن، وهنعرف بعدين ايه الفرق بين السبيد اند فيلوسيتي. displacement نفس الميجرنج يونت بتاعت الديستانس، ولكن دي فيكتور، وهنعرف برضو ايه الفرق ما بين distance and displacement. اوكي نشوف مع بعض ايه الفرق بين distance والdisplacement. distance is the actual length of the path, is the actual length of the path of a moving object take from start point to end point. يعني ايه؟ يعني لما يبدا الاوبجكت يتحرك انا بجمع اللينكس بتاعه الطريق اللي اتحرك فيه كله from start point to end point. انما displacement is the shortest straight line, the length of shortest straight line between two position اللي هو start point وال end point او initial position وال final position. ازاي؟ يعني مثلا لو بصينا على شكل زي ده هلاقي ان انا عندي الاوبجكت A اتحرك من البوينت A الكار لغايه البوينت B. لما اجي اتكلم عن الديستانس انا هجمع كل الايه، كل اللينث اوف ذا باث، كل ده بجمعه، كل الطريق ده بجمعه. لكن لما اجي اتكلم عن الديسبيسمنت انا هاخد بس اللينث اوف شورتست ستريت لاين
from A to B، بدأ من الـ A راح عند الـ B. يعني مثلا لو في عندي object اتحرك من الـ A للـ B، وبعدين من الـ B للـ C، ومن الـ C للـ D. لما تيجي تقولي distance، لو احنا قلنا ان ده 2 متر وده 4 متر وده 2 متر، distance معناها ان انا هجمع ايه؟ هنجمع الـ length اللي هو اتحركها كلها، يعني 2 plus 4 plus 2 equal 8 متر. لكن لما تيجي تقولي displacement، لا، displacement احنا قلنا the length of shortest straight line from start point to end point. فين الـ start point؟ A. فين الـ end point؟ D. يبقى هو ده displacement اللي هو كام؟ 4 متر. وما ننساش ان احنا لازم نحدد الـ direction بتاعها، هي بدأ من عند الـ A لغاية الـ D، او ان احنا نقوله east direction. طب هل معنى كده ان distance دايما اكبر من displacement؟ لا، في معظم الاحوال distance اكبر من displacement، لكن ممكن يكونوا equal في حالة لو الobject اتحرك in straight line، يعني الobject مثلا اتحرك من A ل B. اوكي، ففي الحالة ديت هنلاقي ان distance هي نفسها displacement كvalue، ولكن هيزيد طبعا ان في displacement هحدد direction. اوكي، طب هو ينفع displacement تبقى بزيرو؟ اه طبعا. افرض ان انا عندي الobject return to start point، يعني اتحرك من A ل B ل C ل D، وبعدين return to start point، معنى انه عمل return لل start point، فده معناه ان ال start point هي نفسها ال end point. ال start point هي نفسها ال end A point، يبقى مفيش displacement، يبقى displacement equal zero. طيب نفس الفكرة، هنعرف الفرق ما بين الـ velocity and speed. velocity is the rate of change of displacement or the displacement covered in one second. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي اتكلم عن velocity يبقى معناها ان انا بقوله displacement over time. جميل. لكن لما اجي اتكلم عن speed كنا بنقول distance over time. طب تعالوا نشوف قدامنا الشكل ده. انا عندي الobject اتحرك from A to B، وبعدين from B to C، وبعدين from C to D. الحركة بتاعته من A للB كانت 30 meter in 30 second، يبقى 30 meter اتحركهم في 30 second. من الB للC كان 60 meter، أخذهم في 20 second. From C to D كان 30 متر، اتحركهم في 10 second. جميل جدا. أنا عايز أحسب distance. اتفقنا أن distance معناها إيه؟ معناها أن أنا هجمع total length of A of actual path. يعني أنا عندي 30 متر plus 60 متر plus 30 متر، جمعت كل المسافات اللي اتحركها. 30 plus 60 plus 30 equal 120. جميل. طب لو قالي displacement، displacement from A to D، لو بصينا على direction بتاعها هلاقي ان عندي the start point كان ال A، ال end point كان ال D، يعني بكام؟ يعني ب 60 متر. بس ما نساش ان انا لازم احدد ال direction بتاعها to eastward direction، لازم نحدد ال direction. اوكي، طالما displacement ما نساش اكتب ال direction. طب لو قالي بقى عايز speed and velocity، احنا اتفقنا الفرق بين speed و velocity ايه؟ ان speed equal distance over time. تعالوا الاول لازم اجمع total time. طبعا total time عندي هنا ايه؟ 30 plus 20 plus 10. اوكي؟ يعني 60. فلما اجي احسب ال speed يبقى انا عندي هنا total time، جمعناهم كلهم 30 plus 20 plus 10 طلع 60 second. يبقى الـ average speed هي عبارة عن إيه؟ distance over time، يعني كام؟ يعني 120 divide 60. أوكي، طلعت 2 meter per second. طب عايز أحسب بقى الـ velocity، قلنا الـ velocity displacement over time. displacement over time الـ displacement بكام؟ أهم طلعين أهو 60، والـ time قلنا كام؟ 60. يبقى 60 divide 60 1 meter per second. يبقى خلاصة الكلام ان الديستانس بنجمع كل المسافات اللي اتحركها الاوبجكت. displacement the shortest straight line from start point to end point.
speed distance divided time velocity displacement divided time. طيب في الاكزامبل ده بقى هو شبه اللي فات بالظبط، ولكن قال لي ان الاوبجكت ريتيرن باك تو ستارت بوينت ان 10 سكند مثلا whatever. اوكي فلما اجي احسب انا هنا واحده واحده، تعالوا نحسب مع بعض كده ديستنس. هقول له ايه؟ هقول له ان الديستنس هي عباره عن كل خط السير بتاعه. بدانا بايه؟ 30 بلس 60 بلس 30 بلس 60، لان اللي تحت ده قد اللي فوق. اوكي هتطلع 180 متر. طيب displacement، الديسبلايسمنت هنا بكام؟ فين الستارت بوينت؟ كان ال A، هو طبعا هو عمل هنا return back to point A. فين الستارت بوينت؟ A. فين الاند بوينت؟ برضو A. طالما الستارت بوينت هو نفسه الاند بوينت، يبقى الديسبلايسمنت بكام؟ بزيرو. يبقى طالما الستارت بوينت هي نفسها الاند بوينت، يبقى الديسبلايسمنت بزيرو. طب لو قلنا speed، speed equal distance over time. طبعا انا بحسب الاول التوتال تايم، التوتال تايم بكام؟ هجمع كل التايم اللي عندي 30 بلس 20 بلس 10 بلس 10 مثلا، فهتطلع لنا 70. اوكي يبقى سبيد هنجمع ال 180 ديفايد ايه؟ ديفايد 70. اوكي ويطلع الرقم بتاعي ده سبيد. طب لو انا عايز اعرف الفيلوسيتي، طالما يا جماعة الديسبلايسمنت بزيرو يبقى الفيلوسيتي على طول بكام؟ بزيرو. يبقى طالما الديسبلايسمنت تطلع بزيرو يبقى الفيلوسيتي بزيرو. طبعا لو جينا نطبق الكلام ده هنلاقي ان البايلوتس تيك ان كونسيدريشن ذا فيلوسيتي اند دايركشن اوف ويندز. ليه دايما بيبقى البايلوت او الطيار لازم يحط في اعتباره سرعة الرياح واتجاهها علشان يقدر ان هو يحدد the amount of fuel necessary to complete the trip، يحدد قد ايه هو محتاج الكمية من الوقود. اتعلمنا النهاردة ان في نوعين من الفيزيكال كوانتيتيز، Scalar Physical Quantity and Vector Physical Quantity، وعرفنا الفرق ما بينهم. Scalar يعني Magnitude Only يعني Value، وUnit يعني رقم وجنبه وحدة القياس. وعرفنا ان الفيكتور ما ينفعش، لازم يبقى معاها Direction، لازم احدد الاتجاه بتاع الحركة. كمان اتعلمنا الفرق ما بين Distance والDisplacement. Distance ده Scalar، يعني ايه؟ يعني لا مش محتاج ان انا احدد له Direction، انما Displacement Vector لازم احدد Direction بتاعه. وعرفنا ازاي نحسب الاتنين. كمان اتعلمنا الفرق ما بين Speed and velocity. speed طبعا ايه؟ scalar، مش محتاج direction وبجيبه من distance، انما velocity ده vector، يعني لازم اكون محدد الدايركشن بتاعه، والدايركشن بتاعه على فكره هو نفس الدايركشن بتاع displacement. اتمنى ان احنا نكون فهمنا الدرس بتاعنا النهارده، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير. good boy.